السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا الاختبار تاع البارح. اعتذر البارح ما قدرتش نكملو، جافي اون فان ديليكتريسيتي دونك ما قدرتش نكمل لا فيديو. الوغ راح نقسموها مالوغوزمون ثلاث اجزاء، وهذا هو الجزء الثالث وان شاء الله الاخير. الوغ التمرين الرابع واش قال لي؟ قال لي الشكل المقابل غير مرسوم بالابعاد الحقيقيه، علما ان كوس الفا يساوي 0.7 احسب سينوس الفا ثم استنتج الفا بالتدوير الى الوحده. هذا التمرين صرنا فيه ان بارادوكس انا والتلاميذ، لانه فيه تناقض، ويعني نتمنى انه صاحب الاختبار هذا يعني يتواصل معايا الى ممكن باش نتناقشوا على المشكل اللي راه فيه. ممكن راني انا خاطئه او ممكن هو اللي خاطئ. اذا صرا اشكال حيث كاين تلميذ استعمل زاوية سي اللي هي 30 درجة خرجت له أطوال، وتلميذ آخر استعمل الزاوية بي اللي هي 20 درجة وخرجت له أطوال مختلفة تماما. فهذا الشيء اللي خلى التلاميذ واحد فيهم يقول على روحه باللي راه خاطئ. هما في زوج ما كانوش خاطئين، لكن النتيجة كانت مختلفة. نبدأ السؤال الاول. ما نقدرش نستعمل فيه المقابل والمجاور الامورات هذا، ونقدر لازم نستعمل فيه هذه القاعده اللي هي سينوس اس 2 للزاويه زائد كوس اس 2 او مربع للزاويه يساوي واحد. هذه هي القاعده اللي لازم نستعملها. دونك هو عطاني الكوس اللي هو 0.7 اس 2، وهنا السينوس الفا اس 2 اللي كان مجهول. اذا باش نلقاه واش لازم ندير؟ لازم ندير المجاهيل في جهه والمعالين في جهه، اذا تولي 1 ناقص 0.7 اس 2. 7 اس 2 كي نربحها تعطيني 49. اذا 1 ناقص 0.49، ومنه سينوس المربع هو 0.51. اذا باش نلقى السينوس لازم نجذر 0.51. دونك نكتبوها جذر 0.51 ونروح ونبحث عليها بالآلة الحاسبة. اذا جذر 0.51 هي 0.71. اذا السينوس والكوسينوس كانوا يعني تقريبا متساويين، دونك 0.71 هو السينوس صح. الان نروحو نستنتجو الزاويه الفا. هو قال لي بعد ما تلقاي السينوس احسبي لي الزاويه الفا. اذا لو تلميذ اخر دار العكس يعني لقى الزاويه باستعمال الكوسينوس كانت راح تعتبر اجابته خاطئه، لانه هو طلب مني الترتيب، طلب مني نلقى السينوس قبل ثم باش نلقى الزاويه. دونك الزاويه باش نلقاها انا حر، نحب نستعمل الكوس نحب نستعمل السينوس، لكن لازم نتفاهموا قبل على طريقه الترتيب. اذا اول حاجه نكتبو النتيجه اللي هي 0.71، نضغطو على دوزيام فونكسيون ثم نضغطو على السينوس واخيرا نضغطو على لمسة التساوي. يلا نجربو مع بعضنا. اذا 0.71 دوزيام فونكسيون اعطتني 45.23 درجة. هو قال لي تقريب الى الوحدة، اذا بما انه طلب مني التدوير فهذه تقرب بالنقصان، لانه بعد الفاصلة عندنا 2 و2 اصغر من 5. اذا الزاوية المطلوبة هي 45. طبعا في اي تمرين تقدر تتاكد، روح ل 45 دير لها الكوسينوس تاعها. اذا عطاتك 0.7 معناتها راك صحيح. راح نجرب انايا. اذا كوس 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 وراه 45 هي فعلا 0.70، اذا رانا صحاح. دونك هذا كان بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني طلب مني ان احسب الطول اش سي والطول اش بي. نبداو بالطول اش سي. اش سي ها هو وين؟ هذا هو، هذا هو الطول اش سي. دونك انا باش نلقاه انا عندي الزاويه، انا عندي الحريه في استعمال القاعده. انا واش راح نستعمل بما انه الزاويه سي؟ دونك نتفاهموا قبل على حاجه في الرسم من بعد نكملوا. صح نتفاهموا على حاجه. انا عندي ها هي وين الزاويه سي يا اخي؟ صح. وشنو هو الوتر في هذا المثلث هذا؟ لانه الزاويه اش قائمه من هنا وقائمه من هنا. اذا وشنو هو الوتر؟ الوتر هو 7 سنتيم اللي هو بي سي. اذا هذا وشنو هو؟ هو الوتر صح. دونك هذا وشنو هو بالنسبه للسي؟ هو المجاور. دونك واش راح نستعمل؟ راح نستعمل كوس الزاويه سي. الزاويه سي قيسها 30 درجه. اذا كوس 30 وشنو هو؟ واش تقول القاعده؟ تقول المجاور اللي هو عندي هنايا اش
سي على الوتر اللي هو بي سي تطبيق رقمي. اش سي هي اللي نحوسوا عليها تبقى بالحروف، والبي سي معلومه هي 7 سنتيمتر. اذا نروحوا الآلة الحاسبه تاعنا نحسبوا كوس 30 درجه، عطاتنا 0.86، او الى درنا التدوير هي 0.87 تساوي اش سي على 7. دونك اش سي واش تساوي؟ تساوي 0.87 في 7، في 7 اللي هي 6.09 سنتيمتر على ما اظن. سنتيمتر ولا متر؟ ايه وحده هي سنتيمتر. اذا هذه لقينا الاش سي. الان واش طلب مني؟ بعد ما نلقى الاش سي طلب مني نلقى الاش بي اللي هي هذه. دونك هنا واش صرا؟ كاين تلاميذ استعملوا الزاويه سي كما قدروا يستعملوا الزاويه بي، لانه بالنسبه للزاويه بي نستعمل كوس، بينما بالنسبه للزاويه سي نستعمل السينوس. دونك حنا راح نستعملوا الطريقتين وراح تلاحظوا بلي القيمه مش راح تعطينا نفسها، وهذا هو اللي دار كونفلي او دار تناقض بين التلاميذ. الوغ نبداو نستعملوا اولا الزاويه سي. حنا الاش الاش بي سي صح، الاش بي ايه الاش بي بالنسبه للزاويه سي هو السينوس. دونك لازم نستعمل سينوس تاع الزاويه 30. داكوغ. دونك سينوس وشنو هو؟ هو المقابل على الوتر، صح ولا لا؟ تري بيان. نديروا تطبيق رقمي، تطبيق حرفي باردون. المقابل هو في هذه الحاله هو اش بي، والوتر مازالو متبدلش هو بي بي سي. نحسبوا السينوس تاع 30 درجه هو 0.5. اذا 0.5 تساوي الاش بي اللي هي مجهوله، وتساوي البي سي اللي هي 7. اذا هنا الاش بي باستعمال الزاويه سي اعطاني 3.5 درجه سنتيمتر باردون، راه طول. اوكي، هذه باستعمال ماذا؟ باستعمال الزاويه سي اللي هي زاويه 30 درجه. لكن لو نحب نستعمل الزاويه الاخرى اللي هي الزاويه 20 اللي هي الزاويه بي، شوفوا كيفاه نديرو. راح نستعملوا الكوس، صح؟ علاه؟ لانه اش بي هو المجاور للزاويه بي. دونك نستعملوا كوس بي. وشنو هو؟ هو المجاور اللي هو اش بي في هذه الحاله على الوتر تاعها اللي هو 6 سنتيمتر. لو نستعمل كوس 20 شوفوا واش تعطيني، تعطيني 0.93، 0.93. اذا نضربها في 6 باش نلقى الاش بي. كي نضربها في 6 في 6 عطاتني 5.64. لكن تلاحظوا بلي ما عطاتنيش نفس القيمه، هنا عطاتني 5.64 وهنا عطاتني 3.5، ومع انه في الحالتين نقدر نستعملهم. دونك انا يا كاستاذ اعتبرت بلي الاجابتين صحيحتين، لانه مش ذنب التلميذ وانما ذنب المعطيات الخاطئه او المعطيات الغير متناسقه. اذا هذه كانت بالنسبه للطول اش بي. الان نروحوا للطول اش. هذا الطول اش بيان سور باش نستعمله راح نستعمل السينوس تاع الزاويه زاوية بي، او نستعمل طول اسي ونقص منه الاش سي اللي عندي. عندنا الحرية، دونك راح نستعملوه. صح، الطول اش اش انا راح نستعمل سينوس الزاوية بي، بما انه الزاوية بي سينوس وشنو هو؟ المقابل على الوتر. تطبيق حرفي، المقابل تاعي هو اش ووتري هو بي. سينوس بي يعني سينوس 20 هو 0.34. اذا 0.34 يساوي اش المطلوبة على ا بي المعلومه اللي هي 6. اذا ا اش تساوي 6 في 34، هي 2.07، وطلب مني اني ندير التدوير. اذا هي 2 سنتيمتر. احسب مساحة المثلث ABC بالتقريب إلى 0.1، بالتقريب إلى 0.1، بعدين يعني نخلي عد رقم 1 بعد الفاصلة. وراه المثلث تاعي يحوس على المثلث ABC. تخي بيان. الHC درك كيما قلت لكم راه عندنا كونفلي، نحبوا نعتبروه 3.5 كيما نعتبروه 5. الAH هي 2
اوكي، هذه هي القاعدة. الارتفاع تاعي اللي هو اش بي، عفوا هذا هو اللي 3.5 باردون، والمجاور لقيته، لقيته اتون كنقول لكم شحال لقيته باسكو نسيت الاش سي شحال لقيناها. هذاك 3.5، ايوا دونك معليش قلنا كوس 30 في 7 6.06، اي ها هو اش سي 6.09. دونك نعاود نكتبو، اذا هذا لقيناه 6.09، هذا لقيناه 2، وهذا لقيناه 3.5. تخيل دونك نقدر الان نلقى المساحه تاعي، حيث مساحة مثلث وشنو هي؟ هي القاعدة في الارتفاع تقسيم 2. إذا القاعدة هي 6.09 زائد 2 ضرب الارتفاع اللي هو 3.5 الكل تقسيم 2. إذا نروح ونحسبه، عندنا 6.09 يعني ولد 8.09 في 3.5 تقسيم 2، يعني المساحة هي قالي بالتقريب إلى هي عطاتني 14.15. إذا كي نديرو للتقريب هي 14.2 سنتيمتر مربع، ما ننساش المساحة وحدتها هي السنتيمتر مربع. وبذلك نكونو كملنا التمرين الرابع. نروح الان للوضع الادماجي اللي هي صراحه شويه طويله، بصح معليش يعني نقدروا نكملوها في هذه لا فيديو وتكونوا استفدتوا، خاصه اذا كنتوا حاولتوا وحدكم. يعني اللي حاول وحده الفيديو هذه راح تكون فقط بور لوريونطاسيون، يعني باش توجهوا برك على الحوايج اللي ممكن ما انتبهلهاش ولا الوغ. الوضع الادماجي واش تقول؟ قررت بلدي من البلديات بعد ان لاحظت كثره الحوادث في احدى طرقاتها بناء جسر للراجلين، فكان مخطط الجسر كما هو موضح في الشكل. الجزء الاول بين ان بي او يساوي 6 سنتيمتر، والراكيه بي او ها هو البي او. اذا هنا واش راح نستعمل نظريه فيثاغورس، بين بما انه المثلث قائم اذا راح نستعمل نظريه فيثاغورس. واش تقول نظريه فيثاغورس؟ الضلع القائم الاول أس 2 زائد الضلع القائم الثاني أس 2 يساوي الوتر أس 2 أ بي أس 2. تطبيق رقمي، البي أو ما عنديش دونك تبقى بالحروف، الأ أو عندي حيث هي 4.5 متر، والأ بي هي 7.5 أس 2 أس 2 صح. دونك البي او وشنو هي؟ اس 2 هي نطرح الوتر او الضلع القائم من الوتر ناقص بركة خدمة الآلة الحاسبة، حيث 7.5 اس 2 هي 56.25، و 4.5 اس 2 هي 20.25. باينه بلي كي نقصهم راح تعطيني 36. اذا البي او اس 2 هي 36، اذا البي او بدون اس لازم نجذر 36، جذر 36 هو 6، اذا فعلا بي او يساوي 6 متر. هو هذا الشيء اللي قال لي برهنيه. هنا قال لي بين ان بي او 6 سنتيمتر، كاين خطا، بين ان بي او 6 متر، باسكو الوحده هنا راهي بالمتر ماهيش بالسنتيمتر. ثانيا احسب الزاويه ا، واش بها الزاويه ا اللي ذراع اللي اضلاعها ا و بي. دونك ا او هذه يحوسني نحسب قيس هذه الزاويه، سهله ماهله. نستعمل بما انه الوتر والضلع القائم معلومين نستعمل الكوس، سهله ماهله. نقدر نستعمل السينوس، لكن من الاحسن كما قلت لكم استعمل المعطيات اللي عطاهم لك في التمرين، لانه ممكن لو تستعمل المعطيات اللي انت حسبتهم فرضا لا قدر الله كنت خاطئ انتايا في حسابك، فراح تزيد تغلط في السؤال الموالي. اذا هنا راح نستعمل كوس ا. دونك كوس ا واش يساوي؟ يساوي المجاور على الوتر.
تريبيان. تطبيق رقمي المجاور تاعي هو 4.5 والوتر تاعي هو 7.5. دونك نروح للآلة الحاسبة تاعي ونقسم 4.5 تقسيم 7.5 عطاتني 0.6. إذا كوس أ هو 0.6. سي با فيني. دونك لازم نلقى أ. كاين اللي يغلط هنا يقول لي أستاذة زاوية أ هي 0.6. نو صفر هي الكوس. باش نلقاها راح ندير الدوزيام فونكسيون أو العملية العكسية في الآلة الحاسبة. دونك نكتب 0.6 ومن بعدك دوزيام فونكسيون كوسينوس تساوي هي الزاوية 53. دونك الزاوية أ تساوي 53 درجة. دونك الجزء الأول من التمرين دان. نروح الآن للجزء الثاني من التمرين. أحسب المسافة اف دي. يحوس عليها هذه يحوس عليها صح. كيف نلقاها؟ بما أنه بي او لقيناه بي او شحال لقيناه 6. دونك سي دي تساوي 6. دونك أنا عندي الوتر وعندي ضلع قائم. نقدر نلقى ضلع القائم الثاني توجور باستعمال نظرية فيثاغورس. إذا نروح نكتبوها التمرين يعني ولا غير سهل برك. لازم تكون شغل متمرن على القواعد هذونا وتعود حل بزاف تمارين من هذا النوع باش تعود الفكرة يعني راسخة في العقل تاعك. الو فيش عندنا في المثلث القائم عندنا الضلع القائم الأول هو اف سي نديروه أس 2 زائد الضلع القائم الثاني هو اف دي أس 2 يساوي الوتر اللي هو سي دي أس 2. تطبيق رقمي اف سي هي 6.2. كيف عرفت 6؟ لانها متساويه مع هذا اصلا درها لي في التشفير يعني كاع كيما نستنتجش بعقلي راه نبهني بها بالتفشير تشفير باردون. اف دي اس 2 اللي مجهوله باردون تساوي سي دي اس 2 وشنو هي؟ هي 100 صح. دونك هذه 36. اذا اف دي اس 2 وشنو هي؟ هي 100 ناقص 36 اللي هي 64. دونك اف دي اس 2 هي 64. اذا اف دي وشنو هي؟ جذر 64 هو 8 متر. وحذاري الوحده راهي متر هو خاطئ. دونك انا عندي هذه وشحال عندي تساوي 8 متر. ثم طلب مني ان استنتج المسافه ا دي والراكيه ا دي ا دي ا دي ا دي ا دي ا دي. تري بيان. المسافه ا دي كيف نلقاها؟ سهله ماهله ويحوس على هذه كامله يعني من ندير لكم بالاحمر يحوس منا لنا سهله. عندي هذه 4.5 وهذه شحال عندي راهي مكتوبه هنا هي 20 ونزيد لها 8 يعني فريمون سي سوبر فاسيل. دونك ادي واش تساوي؟ نكتبها له قبل بالحروف باش نبين له بلي راني فاهم. ادي تساوي ال ا او زائد ال او اف زائد الاف دي. بعدها مباشره دير تطبيق رقمي ا او 4.5 ال او اف 20 والاف دي 8. دونك شحال تولي؟ تولي 32.5. دونك ا دي تساوي 32.5 وما ننساش الوحده هي المتر صح. دونك بعد ما لقينا الطول ا دي نروحوا للسؤال المسافه ا دي باردون. نروحوا للجزء الثالث. الجزء الثالث واش قال لي؟ قال لي عند النقطه ام وقع احد المارين على الجسر هاتفه النقال عند النقطه ال. دونك هو طالع هذا السيد صح. داكوغ. دونك هنا قال لك كان واحد طالع من نقطة دي كان طالع للنقطة ام. كي لحق النقطة ام سقط الموبايل تاعو او هاتفه طاح له. وين طاح؟ طاح طريقة شقولية وطريقة عمودية حتى النقطة ال. اوكي اذا كانت المسافة التي قطعها هذا المار من دي الى ام هي 3 متر. دونك هذه 3. احسب الطول ام ال الارتفاع الذي سقط منه الهاتف. دونك راح نستعمل نظريه الطرد. بصح قبل ما نستعمل نظريه الطرد لازم نبرهنوا باللي عندي توازي. اذا واش نقولوا؟ نقولوا قبل لدينا ام ال يعامد اف دي. اوكي قبل وعندنا سي اف قبل. هذه لازم قبل ما تستعملها لازم تبرهن اف
دي إذن ام ال يوازي سي اف. لازم تبرهن هذه باستعمال وش من نظريه، باستعمال نظريه او خاصيه المستقيمان المتعامدان على نفس المستقيم. إذن باستعمال، ما نحبش نكتبها باسكو تيلمون طويله، بصح راني قلتها لكم، باستعمال خاصيه المستقيمان. عندي واحد الخط يهبل. المستقيمان المتعامدان على نفس المستقيم، هذه هي الخاصيه اللي تبرهن لي التوازي في هذه الحاله. لانه حذاري ثم حذاري ثم حذاري، ما نقدرش نستعمل نظريه طالس العاديه الا اذا برهنت التوازي، فهمتوا؟ دونك انا ما كانش لازم نستعملها الا بعد ما برهن باللي عندي المستقيم ام ال يوازي المستقيم سي اف. دونك خلاص هنا بعد ما برهنتها باستعمال هذه الخاصيه، نقدر نكتب القاعده تاعي اللي هي اضلاع المثلث الصغير على اضلاع المثلث الكبير مع احترام الاستقاميه. اذا عندي دي ام على دي سي تساوي دي ال على دي اف تساوي ام ال على سي اف. بعدها واش ندير؟ ندير تطبيق رقمي. دي ام عندي هي 3، دي سي مجهوله، نو مش مجهوله، 10 باردون، صح، تساوي دي ال ما عنديش، اذا ما نقدرش نستعملها. الاف دي هي 8، باغ كونطخ الام ال هي اللي راني نحوس عليه على ما اظن. ام ال ايه ام ال على سي اف اللي هي 6. دونك هنا باش نلقى الام ال سهله، واش ندير؟ نستعمل الكسر الذي علم بسطه ومقامه، يعني نستعمل هذا. دونك 6 في 3 تقسيم 10، 6 في 3 هي 18 على 10. دونك الطول ام ال واش يساوي؟ يساوي 1.8 متر، صح. الان واش طلب مني؟ احسب بعد النقطه ال عن النقطه دي. دونك هو يحوس على دي ال، سهله ماهله، نقدر نستعمل نفس ال. دونك هنا يحوس على دي ال. دي ال كيفاش ندير؟ ندير 8 في 3 تقسيم 10. دونك دي ال وشنو هي؟ هي 8 في 3 تقسيم 10. 8 في 3 هي 24، 24 على 10 هي 2.4 متر. وبهذا نكونو كملنا كامل الاختبار. نتمنى لكم تخدموا مليح، نتمنى لكم كامل 20 على 20، وان شاء الله تجيبوها وتفرحوا والديكم، ونتمنى لكم حظ سعيد في الحياة وفي الاختبار. الى اللقاء.